إذن فمنهم من صاروا مطلقين ومطلقات وأطفال وجدوا أنفسهم يتامى بقوة قانون لا إنساني تحكمه سياسة الجهوية. إذن بقوة هذا القانون اللا إنساني قتل حلم وظيفة انتظرناها لسنوات وحرمنا من التواجد بين أحضان الأسرة ودفء العائلة، وأصبحنا مضطرين لقطع مئات الكيلومترات لرؤية أطفالنا والطمئنان على أحوالهم. وهنا أتكلم بلسان الأساتذة الذين يعانون من إشكالية الحركة، ثم العودة إلى أدراج مقرات عملنا محملين بكل الخيبات. أوليس لهذا الأمر انعكاس على مردوديتهم المهنية التي يدعون فيها، وهنا أقصد الوزارة، بضرورة اجتياز التأهيل المهني التي ستقدم شهادة باسم الأساتذة مفروض عليهم التعاقد الذين يعانون من الحرمان في الحركة الوطنية. ستفسر لكم بعض الحالات الملموسة التي وصلوا إليها إلى التشتت الأسري وثم الطلاق المباشر. حقنا خاص يتخذ لأي واحد، لأن فئة نيت كتعاني في صمت ربع سنين، يعني وحنا كنعاني وكنتسناو أن الوزارة وأنه شي حد يدير معنا شي حل هاد السنة. هاد السنة إلا هاد السنة يعني فتعنات على الحركة الوطنية وحد خيبة الأمل اللي هي كبيرة، ما بيناش حنا شي حاجة اللي هي شفوية، غنديرو شي حل مع الحالات الإستثنائية، ولكن مجرد الكلام اكتفينا لأنه معاناة جد جد كثيرة. وشكرا. الاسم صالح الجديدي، استاذ السلك الابتدائي بمديريه اسفي. انا بين الحالات اللي كتعاني من مشكل ديال الحركه الوطنيه، لانه المشكل ديال التعاقد لازال قائم، وابرز التجلي ديالو هو مشكل الحركه الوطنيه، لانه انا بين بزاف الحالات اللي كتعاني من هذا المشكل حاله التشتت الاسري، يعني الزوج في جهه والابناء في جهه ويعني وانا في جهه اخرى. كيفاش يمكن لهذا الاستاذ انه يكون عنده واحد المردوديه واحد العطاء في ظل هذه الظروف؟ يعني راه مشكل اللي هو كبير بزاف، يعني راه كاينين معنا حالات ديال الاستاذات اللي واقفين على الطلاق، يعني في نهايه هذا الموسم الدراسي الا ما تمش الحل ديال هذا المشكل هذا عندهم هما امام خيارين، يا يعني اما استمرار في الوظيفه او الطلاق. بالاضافه انه كاين حالات اخرى، استاذه فقدت رضيعه ديالها بسبب هذه الحركه الوطنيه، ما قدرش انها تشارك في حركه وطنيه باش انها تمشي لمدينه اخرى باش تعالج الابن ديالها. دوك المشكل مازال قائم واسر كثيره كتعاني منه.